السلام عليكم، مواطنة تونسية اسمي هالة الدبغي، نعيش في أمريكا. عندي أيامات توا من اللي اكتشفت فما قليل من النباح، نسميه نباح، متاع إنسان اسمه طارق المكي. سي طارق المكي، يا سي طارق يا خويا، تي وين نشي بيه هالشي هذايا؟ شنو اللي قاعد تعمل فيه وين تحب توصل؟ كانك باش توصل الحاجة راك ماك واصل لحتى شيء، وراك كفرت على ما وصوك. اوكي، تتكلم في بلادك وتشوه في سمعتها. اوكي، انا كتونسية مواطنة عادية، اوكي، تونسية ما نتشرفش بيك كتونسي. ساعة حاجة واحدة، هذه الحاجة الاولانية. اوكي، انت انسان قاعد تقدح في اعراض الناس. اوكي، ما عندكش حتى اغبمان اللي قاعد، انت ما عندك حتى حجج وما عندك حتى دليل. عندك كان شوية مبيح متاع كلاب وإيميلات بعثوهم لك ناس خاسرين ديجا، تسمعت كان من صايد واحد متاعهم هما اللي سمعته، وما سمعتش من الناس الاخرين. يعني ما عندك في ديك حتى شيء، حتى شيء في ديك، كانك تقدح في الناس. ايه معليش، معناها خذيت على نفسي العاتق. انت ما تستاهلش ساعة الوقت متاعي انا، ما الوقت هذايا متاعي انا للتوانسة اللي كيفي. اوكي، وللامهات زادة وللنساء. اوكي، للنساء، خاطرك انت تخلط تقدح في النساء وتقدح في اعراض المحصنات، ونسيت اللي كونها مرت رئيسنا هذيك مواطنة تونسية ساعة قبل كل شيء، اللي انت قاعد تقدح فيها وتقدح لها في عرضها. اوكي، يلي ما تحشمش، النجم نقولها لك الكلمة هذية. انا تتخيل انت روحك مثلا ساعة، نبدأ بحاجة بسيطة، خاطرنا مواطنة بسيطة، ما عندكش الهية متاع رئيس الساعة، انت باش تقدم روحك باش تولي رئيس، هاك مفجوع ملخلخ، وجهك اصفر، ما وراني فيك راك تعمل في الدياليز، الكيلي متاعك وقفت من البرد اللي في الكندا ضاربك، وحالتك حليلة وضربتك الحيوت، وعميل مسخ. اوكي، خاطر الانسان يرامن نفسه، يرامن نفسه، ومن غاديك هو، من المنطقة ذيك هو اللي يبدأ. علاش تمشي تحكي على مرامة زوجة وعلى ام؟ يا اخي تعرفش معناها ام؟ انت شكون جابك؟ مش جابتك ام؟ مش هذيك ام وجايبة صغار ومرامة زوجة اللي انت تحكي عليها؟ شنية اللي وصلك انت لها هي باش تقدح انت للمرأة هذي؟ علاش تقدح فيها؟ علاش تحكي عليها في وقت اللي ما عندك حتى حقيقة، حتى دليل في يدك؟ شنو هو دليلك؟ اعطيني الدليل متاعك، اعطيني مستندات باش انت عامل هالضجة هذه كلها، وداخل لليوتيوب وماشي للنيل ساتليت. وحاجة اخرى، انا اللي قاعدة نعقب على الشيء اللي انت قلت، انا كي نغزر للمراية ما نراش روحي قرد. يا ولدي بدل المراية، يرحم والديك، يظهر لي مراية غالطة اللي عاتيها لك باش يسجلك هو اللي حطت لك المراية هذيك غالطة. خاطرك انت بالنسبة لي انا بالحق قرد، ولعبوا بيك وعداوك 9 مرات كما قلت انت في المهموتة، خاطرك جبان. اوكي، خاطر الانسان انت تعرف في شنية الساعة، انت بعيد على تونس، ادرك قداش انت عايش فيها تونس، انت تعيش في الكندا على روحك، لما نطلع عليك يا بوفسايا فين عريق بايت. اشكونك انت يا سي المكي باش تجي انت تحكي على التوانسة وتعمم؟ انا هذيك رئيسي هذيك، وهذيك بلادي، وانا فخوره بها كتونسيه، وكتونسيه باش نقف لك بالمرصاد. انا يا سي المكي كل حاجه باش تخرجها باش نخرجك كذاب، خاطرك بالحق كذاب. شنو اللي في ديك؟ اعطيني البراهين اللي عندك في ديك، حتى حد ما باش يسمع. تتخيل انت كانت شد رئيس بالله العظيم لما تززرهم على بعضهم الناس الكل؟ انا ما نعطيش فيك الثقه، انا واحدة من الناس كمواطنة تونسية ما عنديش فيك الثقة، على خاطرك انت انسان تقدح في النساء وفي المحصنات، المحصنات يلي ما تحشمش، يلي راك عندك ام وعندك اخت وعندك خالة وعندك عمة. اوكي، اقل الاشياء هذي متاعك انت، انت ماكش عام تعمل في حاجة متاع حاجة حرة متاع حاجة محترمة، خاطرك ماكش محترم. وجنة دموند الناس اللي قاعدة تسمع فيك هذي الكل، وبالنسبة لي انا وسامحني في الكلمة، بس كليب اللي قاعد تحكي فيه، ما عندك حتى شيء، ما عندك في السوق ما تذوق. اوكي، لا من المنظر، لا من الهاية، لا من الذات، لا من الصفات، قري ملة لا دين لا ملة. داخل نسمع فيه شنو اللي قاعد يحكي ساعة، حتى مساكن النساء اللي حتى الحجاب على الدين تقتحلهم في دينهم، دخلت في نفسهم انت؟ دخلت في نفسك الانسان هذاك انت وعرفت شنو اللي في نفسه؟ وش بيك تغزر على شبر يا خويا العزيز؟
شبيك ما تراش الخير اللي عاملينه في البلاد؟ تينا الامريكان كي هبطوا معايا لتونس في بلادي وشافوا المطار بركة متاع تونس قرطاج، عرفوا اللي بلادنا ماهيش بلاد متخلفة، وعرفوا اللي عنا نظام وعنا امن والناس امنين. برا مشي شوف الجزائر صاير فيها، ومشي شوف المغرب قديش صغار ضايعين فيها، وشوف تونس يا خويا العزيز عايشين في خير وفي خمير خير منك. اوكي القليل نتاعهم ما يباتش للشر، ما عندناش ناس جواعة في بلادنا. اما انت كانسان اتفه منك ما فماش. اوكي وبالحق انا يلزمني كلي نتنرفز، ويلزم العباد ينفضوا شويه غبره على كتافهم ويفيقوا لها السيد هذا فاش قاعد يحكي، فاش قاعد تمخور وتشم يا كبدي، ما عندك حتى حاجه باش نجم تحكي فيها ولا باش نجم تقدح فيها الناس. انت انسان فاشل وتافه، ويظهر لي فيك توحشت باش تروح لتونس. اما انت من انت الساعه انت هو اللي يلزمك الجنسيه التونسيه تتنحالك جمله، خاطر حتى تونسي ما يتشرف باش يكون انت واحد منهم الساعه هذا. يا حاجه واحده، حتى لاني عصبت نفسي على خاطر عندي الغيره على بلادي مهما يكون. ايش اشوف الامريكان انت حتى وقت بوش اللي الدنيا قائمه قاعده والناس اللي ما تحبوش، اما الغيره على بلادهم اللي هذوك امريكان يقول لك هذيك بلادي وذاك رئيسي مهما كان ومهما عمل، وفما قضاء وفما دنيا اخرى تمشي. اما انت لا عندك مشكله، لا عندك مشكلتين، لا عندك حتى شيء فيها. شنو اللي قاعد تعمل فيه اكزاكتومون؟ فسر لي شنو اللي قاعد تعمل فيه. قاعد تحكي في باسكليت، قاعد تحكي في نونسنس، في حاجات ما عندها حتى معنى، تجرح في العباد وتتكلم في الناس وتتكلم لهم في اعراضهم. وانت كان الجمل هو ما يراش حدبته، خاطر كان يراه حدبته لما تتقطع رقبته. اما انا واحده من الناس لا عندي لا في السياسه ولا عندي في حتى شيء، مواطنه عاديه نخدم في 12 ساعه في البلاد هذيا، نكلت ونسلت ونعاون في دارنا، ما عندي حتى شيء. اما عندي حب كبير لبلادي، كي نهبط لبلادي عندي حب كبير ليها، باش يجي واحد كيفك انت متخلف ويتكلم على بلاده ويتكلم على مرت الرئيس ويقول عليها في حاجات كيما هكا. انسان تافه وانسان ما تستحقش الرحمه نتاع حتى مسلم، خاطر احنا بلاد اسلاميه وانت تقذف في المحصنات. تفيها عليك يا اللي ما تحشمش وما تجعرش.